على أي حال في مواطن لبناني بيمارس مهنة صناعة الأحذية من وقت ما كان عمره 12 سنة. المواطن ده ورث المهنة عن والده، ورغم أن الصناعة دي ربما اتطورت بشكل كبير جدا في المصانع، إلا أنه ما زال متمسك بالصناعة اليدوية اللي تعتبر الأفضل، وخصوصا في مجال الأحذية الجلدية. كثيرة هي ذكريات صانع الأحذية اللبناني هاغوب كيشيشيان في عالم صناعة الأحذية، فكل شيء بدأه مع والده الذي علمه الأساسيات منذ صغره، وعندما صار عمره 12 عاما سار على خطى والده ومعلمه. ذاع صيت كيشيشيان في حيه، ولقب بجاكسون بسبب حبه الشديد لفرقة موسيقى البوب الجاكسون ولأحذية جاكسون الشهيرة التي يصنعها. يستيقظ كيشيشيان كل صباح في نحو الساعة الثالثة أو الرابعة فجرا، حيث يلتقي بأصدقائه لتناول القهوة، ويفتح ورشته الساعة السادسة صباحا تقريبا. وهو معروف بشخصيته ومظهره المميز، قبعاته وسيجاره وحبه للغناء والموسيقى. كل واحد اليوم عم بفتش حسب مسؤولياته يشتري سباب، لأنه عم بيجي السبابيط كله إنجكشن بتروشيمي، يعني مش جلد. بتروشيمي يعني من بترول عم بيصنعوا جلد، مثل الجلد هو عم يعملوا كندرة. مثلاً هيدا البوت، هذيك اليوم جيب ست هيدا كله فلتين. إذا هيدا بدي يصير جلد حقه 100-150 دولار، هيدا يمكن 15-20 دولار. شو صار؟ 100 صناعة. الأرضية هيدا كمان بتروشيمي، منقول بوليوريتان، مكنة بيعمل كبسة واحد مثل هيدا صار صبار. هيدا كله بيأسد للمصلحتنا. ويتمنى كيشيشيان لو يستطيع فتح ورشته لوقت أطول، فقد تضاءل عبء عمله وأصبح من الصعب عليه الحفاظ على مهنته.